هذه الحلقة برعاية باب انتجيه الريح سدة واستريح خلك معانا وشوف قلاب الريح باب انتجيه الريح سدة واستريح خلك معانا وشوف قلاب الريح أسمه صراع وغراب طباع ما بين هالاثنين يحلاه الصراع أسمه صراع وغراب طباع ما بين هالاثنين يحلاه الصراع خلك معانا وشوف من فينا الملقوف ما يمر صلح إلا بشي مصلحة معروف خلك معانا وشوف من فينا الملقوف ما يمر صلح إلا بشي مصلحة معروف نركض ورا الشهرة كل انكشف سرة لكن ترى الواقع عايش حياة مرة نركض ورا الشهرة كل انكشف سرة لكن ترى الواقع عايش حياة مرة عيش الحياة بخير وادعو يا عم الخير ركز على شانك وترك شون الغير عيش الحياة بخير وادعو يا عم الخير ركز على شانك وترك شون الغير أنا مدير الأستاذ عادل والأستاذ عبد الله. إيه موجودين. بس اليوم إن شاء الله راح يسافروا بعد المغرب اجتماع في لندن وإن شاء الله على 6 الصبح بيكونوا موجودين. هي ترى هم متخاصمين وكل واحد في طائرته الخاصة. إعلان؟ أكيد حاضر بس تراهم هم ما يطيقوا بعض يعني مستحيل في نفس اليوم يجوا خلاص تم ولا يهمكم مع السلامة أستاذ عادل بكرة إن شاء الله عندك إعلانين حلو أستاذ عبد الله نعم بكرة إن شاء الله عندك 3 إعلانات ليش؟ مو ذا الظلم؟ ليش هو 3 وأنا 2؟ مدير أعمالنا وصلك المبلغ واصل عمي واصل زين بيوصلنك الفلوس جماعة الخير على فكرة أهل المشاهدات قلت ما هي المشاهدات الأولية؟ نزل الداون أنا عندي الحل عمرو الحل عند عمرو كيف هو اللي راح ينقذنا بدا الموضوع كيف؟ عمرو نخليه انه يصيح ويقول تعالوا ساعدوني ابوي وعمي يتقاتلوا والله فكره وتشوف الناس يحاولوا يساعدوكم ويتعاطفوا شغل تلفونك مو شغل مو اسوي ذا مازن 200 فلوس 200 اكذب على الناس ما حلوه ما تعتبر كذبه ذي فيها مشاهدات ما تعتبر كذبه ساعد ابوك وعمك كذبه طلع تلفونك طلع تحت تلفون يا رب سامحني كل من المتابعين مرحب متابعين مو الاخبار مو الحلوم حياكم الله تعال ابوي الحقوا على ابوي وعمي واصل لهم الضرابه يمكن تقاتلوا ايوه انزينه انا تعبت يا جماعه الخير تعبت من الموضوع تعبت ضايع ساعدوني يا جماعه الخير واللي عنده تعليقات وكذا انا اتقبلها وان شاء الله تعد على خير السالفه بتشوف المشاهدات كما مو تطير فوق تو بتشوف كفو يا رب ساعة
سامحني يا رب، سامحني على الشيء اللي سويته. امين. ضايع، انا ضايع. ساعدوني يا جماعه الخير، من عند بتاع الايفار وكذا، انا اتقبلها وان شاء الله تعد على خير السالفه. بتشوف المشاهدات كم مو تطير فوق، تو بتشوف. أنا قررت إني أستقيل. أفا مدير أعمالنا نحاسبك أول بأول. ما موضوع فلوس، أنا قايلكم إنه المشاهدات كذاك تطيح لازم تصور كلها حياتك، يوم تنام يبند الكاميرا، غير كذاك ماشي. يعني باغني أجيب طابوقة وأضربه في راسه عشان تزيد المشاهدات؟ هي ذي، ما يستوي تو الضربة بطابوقة في راسه، الحل الوحيد تو هو الصلح. الصلح ما غيره. إيه، الصلح ونسوي مؤتمر. ونجمع ذيك الناس وذاك العالم كلهم يشوفوا ان القضية خلاص وصرتوا حبايب، وتبدأ المشاهدات تروح 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 تروح. يوم كذاك السالفة حلو، يوم اللي صلح صلح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زبائن عطلة الفصول. طبعا الصيف جاي ومجهزين لكم اقوى العروض. طبعا انتوا عارفين في الصيف الاسعار تطير فوق، من الفنادق، من التذاكر، من البرامج السياحية، فافضل شيء انك تحجز من الان، فسارع في الحجز. طبعا انت مفلس، تعال عندي التضبيط، عندنا التقسيط الميسر، عادي ادفع الحين مقدم ولحد سفرتك ادفع بالتقسيط وراح نضبطك. اليوم انا حاضر في مؤتمر الصلح اللي راح يصير بين عبد الله وعادل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لحظه لحظه من فضلك، لحظه عادل بيه. اسمح لي ابو، ما شفتك. خير ان شاء الله، بشوفك جاي معنا. ها باجلس يعني ما في حل اختار، انا مؤتمر صحفي. عارفين كيف مؤتمر صحفي، لكن باجلس مناسبه هذا الصلح اليوم فرحان. ومحمد الشير مع الجماعة، أرجوك بسرعة لا تضيع علينا. مؤتمر روح، ما مشكلة أنا أرجع، لكن قبل أقول كلمة. ما مشكلة ما مشكلة. أستاذ عمرو ولد أستاذ عادل يحب يقول كلمته، فنسمع الأستاذ عمرو. عطف أنا اليوم سعيد جدا جدا جدا، والفرحة تغمرني، ويمكن أن أطير. نعم يمكن أن أطير في هذه الفرحة، وسوف نعيش أنا وزوجتي حياة سعيدة. هذا ما أتمناه طول هذه السنين مناسبة هذا الصلح. شكرا لك على عمرو. شكرا. نشكر الأستاذ عمرو على الكلمة الطيبة اللي قالها، ونتمنى له الصراحة السعادة الدائمة. ننقل المايك والميكروفون إلى أستاذ عبد الله، تفضل. شكرا. أول شيء نشكركم على تلبية الدعوة وبارك الله فيكم، وإن شاء الله تعالى رايحين نخبركم إن شاء الله في المؤتمر هذا عن أمور والصلح اللي دار بيننا أنا والأستاذ عادل. شكرا. شكرا استاذ عبد الله. ننقل المايك الى الاستاذ الكبير استاذ عادل. طبعا اليوم احنا سعيدين بتواجدكم عندنا وفي الصلح بيني وبين عبد الله، بس اتمنى انه ما تطيلوا لانه عندي اعمال اخرى وانا انسان ما فاضي يعني بسبب ضغوطات العمل. شكرا لكم. شكرا شكرا استاذ عادل. شكرا شكرا. والان ننتقل الى اجمل فقره، فقره الاسئله. اي حد عنده سؤال تفضل. تفضل يا استاذ. سمعنا الخلاف اللي بينكم كان متفق عليه عشان اللايكات والفولورز، وش ردكم على هالتهمه؟ قول كلمه، قول حرف. يعني زعل احنا جالسين ندور منه مشاهدات ولايكات؟ غريب 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 امر الناس. يعني معقوله معقوله انت تعرفي انه يوم من الايام كان هذا الرجال بيموت؟ تخيلي انا اسحبه من تحت السياره واستاذ عبد الله يدوس الريس، كان بيموت واسحبه واسحبه، والحمد لله انه عاش. يعني هذا انا صورته، شفتوه انتوا؟ ها
يعني مثل ما تقول الله كتب له عمر. كتب له عمر. أقول لك نعم. ما قلت ما تستبعد السيف. ايوه استاذي. سؤال اخر تفضلوا. نعم. تفضلوا. حد عنده سؤال ثاني؟ تفضل اخ. شكرا. طبعا معكم ولد شايب عبيد. اخوي شايب عبيد نعم. طبعا الوالد مسكين مرقد في المستشفى ورسلني امثله في هذا المؤتمر العظيم ويوجه لكم سؤال. والسؤال يقول: ما هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة بينكم؟ الله يا الدنيا، شايب عبيد ما يعرف السبب الرئيسي. ها ابوك ما يعرف السبب الرئيسي. إجابة الشايب عبيد عندي في البيت، انا بقول له اياها، ما مشكلة. سؤال اخر، حد عنده سؤال ثاني هنا؟ تفضلي استاذة. هل ممكن نشوفكم في اعلانات مع بعض؟ اكيد، بس احنا رايحين ان شاء الله تعالى يكون هدفنا غير مادي، وندعم من الاسر المنتجه والجمعيات الخيريه ان شاء الله تعالى. طبيعي هو، لكن مثل ما قال عبد الله ممكن تركيزنا على الماده. احنا اثنين ما نحب المال، نحب خدمه المجتمع فقط والجمعيات الخيريه. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. دائما استاذ عبد الله واستاذ عادل داعمين الى المجتمع، وان شاء الله راح يعطوا ويعطوا ويعطوا المزيد. الحين هل في سؤال اخير؟ لانه الوقت يداهمنا. تفضل اخي الكريم. طبعا من بعد هذا الصلح ومن بعد هذا كله، هل تشوفوا نفسكم انكم تتعمقوا في الانتربرينورشيب؟ شيء طبيعي اني نشرب الشرب. مثلا برد، بلاعيم، زكام. ناخذها مجتمعنا كذا، عاداتنا. وفي شهر رمضان الفضيل كذلك. يعني انا استغرب اسئله الشربه ما شربه، احنا مو لنا خص في الشربه، ما عليك. والى هنا ينتهي الصلح الكبير بين الاستاذ عبد الله والاستاذ عادل، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي الختام نشكر أعضاء مؤتمر الصلح، محدثكم محمد من قناة التلفزيون. أبو حبيب. هلا أبو عبد الله. الله يحييك. منور. الله يحييك. هاي دادي أند أنكل. تقصها أنت من البداية، صورها وانتهت السالفة، وخربانة خربانة.